ان السي في سكاننج ماكسيمم 10 سكندز، ال 10 سكندز دول لازم يبقوا كاتش، ان انا هبص على 1000 سي في تاني. ايه الدونت؟ يكتبوا حاجات كتيره قوي ديتيلد، اظن اهم حاجه السي في تبقى ستريت فورورد تو ذا بوينت وتبقى بريف. يعني انا واحد عندي 12 سنه اكسبيرينس، السي في بتاعي صفحتين. The sequence of the CV, the presentation of the CV itself, is it mixed up or is it well organized? Because this is the first impression we take. دايما اول حاجه بالبيرسونال انفورميشن بتاعتي، بروفايل سامري، بعديها الايديوكيشن، بعديها الاكسبيرينسز لو في اكسبيرينسز. السي في بيبدا من الحاجات الموست ريسنت للاقدم. لو انت مثلا يو جويند اني انترنشيبس او يو هاف اني ورك اكسبيرينس فور 1 مانث او حاجه، اكتيفيتيز يو جويند ان يونيفرسيتي، ساعتها برضه بتمنشن ات. مثلا السيرتيفيكتس اللي خدها، لو كان بينزل مثلا في ستودنت اكتيفيتيز اتعلم منها ايه، ويبدا يبرز الحاجات اللي ليها علاقه بالسوفت سكيلز والكارير باس اللي عايز يعمله. One of the main common mistakes وهي مش consistent، زي مثلا الفونت، التايتل بتاع كل سكشن، في فورمات كتيره وتمبلت كتيره على جوجل ممكن نسيرش فور ات. ده الترند بتاع السي فيز الجديد، فتراي نيوز برضو حاجه من الحاجات دي. That's it.